ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وهنتكلم في الفقرة دي عن جهود الدولة المصرية في صياغة استراتيجية وطنية للملكية الفكرية، واللي تم إعدادها تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هنتكلم عن أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، واللي ليهم علاقة برؤية مصر 2030، وكمان ببرنامج الإصلاح الهيكلي اللي الحكومة بتتبناه. معنا على التليفون دلوقتي دكتور أيمن عيسى، استشاري إدارة وتنمية الموارد البشرية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك كل سادة المشاهدين. صباح النور. في البداية احنا بنقول ان مصر يعني من الدول الرائدة في حماية الملكية الفكرية. خلينا نتكلم عن حماية الملكية الفكرية لمصر، وكمان أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. حقيقة من كلام حضرتك، الدولة حضرتك عارفة أن جمهورية مصر العربية دولة كبيرة في المنطقة وما كانتش في العالم كله، لأن احنا عدد سكاننا 103 مليون مواطن تقريبا داخل مصر، غير إخواتنا المهاجرين أو المغتربين في الخارج. فالرقم الكبير ده أكيد وسطنا عدد كبير جدا من المبدعين وأصحاب الفكر والعلماء والباحثين والمخترعين، ففي ناتج كبير جدا، ناتج فكري وناتج أدبي، وتراثنا القديم الكبير المعروف سواء الفني أو في مجال الشعر، في كل المجالات عموما. من هنا كان لازم أن احنا نحافظ على هذا التراث وهذا المنتج العلمي والأدبي، ونحافظ عليه ونوثقه بحيث أن احنا نقدر نعيد تصديره تاني للمنطقة وللعالم كله، ومش نعيده بس لإثبات الريادة، لا، احنا نعيده كمان لجلب المنفعة الاقتصادية. حضرتك لا تتخيلي ان مثلا لو خدنا مجال واحد في مجال النشر، مجال القرصنة في مجال النشر بيتعدى 75% من المحتوى المنشور، فده رقم كبير جدا، في حين ان الرقم العالمي في القطاع ده او المجال ده حوالي 15%. فاحنا لازم نتناسب مع العالم كله بحيث ان احنا ما تتعداش النسبة 15% ان كانت تقل عن كده. لو احنا حافظنا على المنتج ده ومنعنا القرصنة عليه بالتسجيل وايداع الملكية الفكرية في مكاتب الملكية الفكرية للدولة عاملاها، هنوفر سنويا حوالي 5 مليار جنيه، وده رقم كبير جدا. يعني لو حسبناها مثلا على مدار 20 سنة احنا بنتكلم في 100 مليار جنيه مهدرة. كان لازم ان احنا نحافظ على هذا الإبداع وهذه الأفكار. من هنا جت رؤية الحكومة المصرية والدولة المصرية ان احنا يبقى عندنا استراتيجية وطنية للملكية الفكرية، زي ما الدولة خططت لكل القطاعات في مجال رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة. كان لازم واحنا بنبني ان احنا نحافظ كمان على حقوق المبدعين بتوعنا، ونحدد ان الافكار بتاعتنا دي ملكنا، مش من السهل ان حد يستولي عليها، وده اللي ماشي في العالم كله. فاحنا كان لازم نتواكب مع بعض. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. واحنا بنتكلم عن الاستراتيجيه دلوقتي، هي بتتماشى هذه الاستراتيجيه مع الاتجاه العالمي في هذا المجال؟ تمام يا فندم، تمام. احنا بص حضرتك، مصر الجديده، الجمهوريه الجديده، يعني بتحاول ان هي تبدا من حيث انطال اخرين. احنا مش هنعيد اختراع العجله زي ما احنا بنقول. في تطور حادث في العالم كله في مجالات كتير، وانت عارف حضرتك التحول الرقمي في مصر ساعد وساهم بشكل قوي جدا ان احنا لما نيجي نعمل الاستراتيجيه الوطنيه للملكيه الفكريه ان هي تبقى متواكبه مع اخر ما وصل إليه العالم، خصوصا أن هذه الاستراتيجية بتتقاطع بشكل كبير جدا مع رؤية مصر 2030. صحيح. أنت حاجة بتشتغل في مجالات كتير، في البيئة والطاقة والإسكان والتعليم والجانب الاجتماعي، فكان لازم يبقى عندك محتوى رقمي جيد، رقمنة الدولة بمعنى أصح. ومن هنا جت أيضا الحاجة إلى الحفاظ على حقوق المبدعين والافكار. صحيح. خصوصا في مجال براءات الاختراع، تضحك ممكن اختراع شخص واحد يجني مبالغ كبيره جدا لو تم توثيقه وتسجيله بشكل قوي،
وفي نفس الوقت إعادة تصديره مرة أخرى. صحيح. طب دكتور أيمن، أكيد من أهداف الاستراتيجية دي هي زي ما بنقول كده دفع عجلة التنمية والاقتصاد، فخلينا نتكلم أكتر عن دور هذه الاستراتيجية في دعم خطط الإصلاح الاقتصادي في الدولة المصرية. بصي حضرتك، هي مؤسسات الدولة كلها بينها تعاون، ولكن كان في السابق، يعني تخيل حضرتك أنت بتروحي حضرتك تسجلي براءة اختراع في مكتب، ممكن هذا الاختراع يتم يعني القرصنة عليه ويروح واحد تاني يسجله في مكتب تاني باسمه مع بعض التعديلات، وما يتمش إثبات هذا التغول على حق اللي هو المبدع الأولاني أو المخترع الأولاني. إنما دلوقتي مع وجود الربط بين مكاتب التسجيل أصبح أن الدولة كلها المحتوى واحد. إحنا عندنا دلوقتي دولة بتدير كل قطاعاتها، يعني عاوزين نقول أن في مكان واحد بيدير هذه الدولة، في عقل واحد بيدير هذه الدولة. صحيح. بحيث أن إحنا ما يصحش أن إحنا يبقى عندنا اختراع مسجل باسم واحد او اثنين، او محتوى ادبي مسجل باسم اكتر من واحد تم القرصنة عليه، وغيرها وغيرها من الحاجات. فاصبح ان كل مؤسسات الدولة وكل الوزارات بينها تعاون، بينها ربط قوي جدا، بحيث انها تتكامل وما يحصلش بينها يعني تخاصم في الاختصاصات او حصول مشاكل. يعني ده بيهدر الوقت، وايضا بيهدر موارد ماليه وبشريه وجهد كبير جدا. فكان من هنا لازم وجود هذا التفاعل، وعدم وجود يعني اي شيء من انواع عدم الاقتراب او ان احنا ما نشتغل بروح الفريق الواحد. صحيح. عندنا رؤيه واحده، عندنا داتا واضحه جدا لصانع القرار. من هنا ده رجع يعني مردود اقتصادي كبير جدا، ان احنا وفرنا وقت، وفرنا اموال كتير جدا، أصبحت إدارة المشروعات بتتم بشكل واضح ورؤية واضحة. في حتى عملية التقييم نفسها، إحنا بدأنا إمتى، أنجزنا إيه، صح، هنقدر نتابع ده إزاي، إيه الأخطاء اللي وقعنا فيها، هل ممكن نسرع الخطة بتاعتنا شوية. وده حصل في رؤية مصر 2030، تم تحديثها أكتر من مرة، لأن في بعض الأهداف تم إنجازها قبل ميعادها. فكان من الطبيعي جدا ان احنا خلاص ننتقل للاهداف اللي بعد كده، وما نستناش ان احنا وقتها يعدي. صحيح. دكتور، يمكن ثقافة التعامل مع المخترع او صاحب الفكرة، وخلينا نتكلم بصراحة، احنا كان عندنا ازمة في ان حد يكون عنده فكرة او اختراع بياخد وقت طويل عشان خاطر يسجله. بعد ساعات برضو القائمين على هذا الموضوع بيتعاملوا مع الموضوع بشكل فيه نوع من أنواع، مش عايز أقول سخرية، يعني مش فاهمين الواقع في الوقت ده، اللي بيبقى فيه ناس من السمسرة من الدول الأخرى بيقتنصوا الفرص عشان خاطر الموضوع يكون مكسب ليهم وينسب ليهم. تعليقك يا دكتور. تمام، اسمح لي حقيقة حضرتك على النقطة دي جدا، لأن هي دي فعلا كان الواقع سابقا. يعني إن حتى اللي بيتلقى الطلب ما كانش عنده الاهتمام الكافي. صحيح. وبيتم تصدير حالة من الإحباط الشديدة جدا. مزبوط. لمقدم الطلب، وعلى فكرة أهم أهداف الاستراتيجية والفلسفة اللي قايمة عليها للملكية الفكرية، اللي هي عزيز ثقافة الإبداع والابتكار، إن أنا أحافظ على حق المبدع، فأنا بشجع غيره إن هو يبدع، إن صحيح. هو خلاص ضمن حقه. ده كان سابقا. المكاتب دلوقتي فيها عدد كبير جدا من الموظفين، يكفي ان المكان الاول موظف واحد او اثنين، مفيش كوادر بشريه كبيره، عددها كبير. دلوقتي العدد اكبر، المكان اللي حضرتك بتروح تقدم فيه مكان لائق انسانيا، انك تقعد بشكل مريح، تقدم طلبك في وقت كافي. الاستعانه بالرقمنه والتكنولوجيا وفرت وقت كتير جدا، وحضرتك بتقدم الطلب في المكتب، الإجراءات بقت بسيطة جدا وأسهل من الأول، وفي لجان من أساتذة وخبراء كبار بتقيم هذا البحث أو المحتوى الأدبي أو المشروع أو الاختراع، وتقول والله فعلا ده له جدية، له عائد، له مردود. وفي نفس الوقت لو أنت حابب تسجله، حتى هو هيتم التسجيل
بشكل بسيط وفي وقت قليل جدا والرسوم بسيطة جدا. صحيح. إلى جانب إن الإجراءات نفسها، يعني أنت حاجة بتسلم نسختين من الـ من الـ من الـ الاختراع أو المحتوى العلمي أو الأدبي اللي حاجة مقدمه، وبتثبت شخصيتك إن أنت صاحب هذا الإبداع أو وكيل رسمي عنك بعقد توكيل موثق في الشهر العقاري التوكيل، بحيث ان يبقى في ضمان حتى اللي ما راحش بنفسه في توكيل رسمي ان هو يسجل هذا الاختراع. وممكن يا دكتور يكون رد اللجنه ان مثلا هذا العمل او هذا الاختراع مثلا مقتبس وممكن اللجنه ترفض وقتها. كل حاجه، كل حاجه هيتم اكتشاف كل حاجه بقى، يعني هو دي بقى فايده التكنولوجيا، بيتم الاكتشاف وقتها. ايوه تمام. يعني انت عارف حضرتك دلوقتي حتى في البحوث العلميه في نسب 25% يعني السماح بيها واكتشاف اذا كان هذا البحث مختبص. منقول او نسبه اكبر كبيره منه منقوله من بحث اخر. صحيح. او كده. فاذا الموضوع دلوقتي احنا دايره متكامله مع بعضها، دايره واحده، بنقدر نستقبل الطلب ده ونقدر نفحصه، وما يقدرش صاحب الطلب يقدمه في أي مكتب تاني وهيظهر بشكل واضح جدا إن هو تم تقديمه قبل كده في مكتب الفلاني أو في المكان الفلاني. فإذا الموضوع انضبط بشكل قوي جدا وساعد إن احنا بقى ما نصدرش حالة الإحباط دي، لا ده احنا بالعكس بقى دلوقتي بنصدر. صحيح. حالة من التشجيع والأمل للمستقبل، إن كل الشباب والناس اللي عندها افكار هتحصل مش على عائد ادبي بس، لا ده كمان هيبقى عائد ادبي ومادي، انك بتضمن حقوقك في المستقبل لك ولاولادك. طب يا دكتور ايمن، خلينا نتكلم مع حضرتك على اعتماد الاقتصاد في الوقت الحالي على براءات الاختراع. يا فندم، هو بص حضرتك، هو العالم في سباق شديد جدا يعني من سنين طويلة على الحفاظ على العقول اللي عندها، يعني دايما بحب أتكلم عن البشر، الإنسان نفسه، لأن هو ده ثروة كبيرة جدا يجب الحفاظ عليها. العقول هي اللي بتقود الأمم للتقدم. كل ما كان في ناس بتبتكر تكنولوجيا صناعية، ناس بتبتكر برامج بتسهل حياة الإنسان في العالم كله، بيتم بيع هذه التكنولوجيا والبرامج للعالم كله، بتتصدر للناس كلها، فبالتالي بيجذب يعني استثمارات وبيدخل دخل كبير جدا لصاحب الفكرة. زي دول بعينها زي الصين واليابان بيبقى اعتمادهم بشكل كبير جدا على المخترعات أو حتى الآلات اللي احنا بنستخدمها بشكل يومي. حقيقي يا فندم، والله حقيقي، يعني احنا للاسف احنا يعني المنطقه كلها بتستورد التكنولوجيا بشكل كبير جدا، كان في مجال الصناعه او التطبيقات الذكيه او غيرها، ولكن صحيح. احنا عندنا عقول قويه جدا مشهود لها بالكفاءه، عندنا باحثين، يعني عندنا في مجالات كتير، في مجال الزراعه احنا متقدمين جدا، عندنا ده من تاريخ مصر من زمان، يعني احنا علمنا يعني العالم كله الزراعه والصناعه والطب والهندسه. حقيقي فعلا، وعندنا اولادنا شباب الجامعات الطلبه فازوا بجوائز عالميه في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي على دول متقدمه جدا في هذا المجال. يعني اذا احنا لا ينقصنا شيء غير ان احنا نثق في انفسنا ونثق في اولادنا. صحيح. وده اللي بتشجع عليه رؤيه مصر 2030 وبيشجع عليه القياده السياسيه والساده الرئيس. وده بيخليني اسالك يا دكتور على حاجه، يعني فكره دلوقتي انا عندي فكره مشروع او ابتكار او اختراع انا بروح اسجله، نفسي ان الاستراتيجيه تكون اكثر عمقا، ليه مثلا ما يبقاش ليه عمل بروتوكول مثلا مع المدارس والجامعات، احنا بقى اللي نروح نكتشف شباب عندهم افكار، بشوف اطفال صغيرين عاملين اجهزه تعويضيه، بشوف اطفال صغيرين عاملين اجهزه تحويل الصوت الى حركه، يعني تكون سابقه ان احنا نبحث عن المخترع وننميه. تعليقك يا دكتور. والله يا فندم، هو وفي يعني نوادي للمبتكرين والمخترعين بتبقى موجوده في قطاعات وزارة الثقافة، في بعض الأندية الكبيرة، في المدارس، يعني ما بيلاقوا مثلا حاجة يعني
مشجعة جدا، بيتم المشاركة في مسابقات معينة. في ده موجود يعني، ده موجود، ولكن أنا يعني ما يعني أنا مع حضرتك إن إحنا نزود ده يعني. صحيح. إحنا نشجع ده أكتر، نعمل مكافآت مادية كويسة. في وزارة التعليم العالي بقالها أكتر من كام سنة بتعمل مسابقات للمخترعين والمبتكرين داخل الجامعات، مسابقات الروبوت والذكاء الاصطناعي كل ده كلام جميل، كل ده حاجات كويسة. ولكن في بعض الاختراعات بقى يعني لو تسمح لي اللي فضل هي فضل. بتغير حياتنا يعني تخيل احنا دلوقتي في احتياج شديد ان احنا نوفر كل قطرة مياه. صحيح. لما الاقي باحث في احد معاهد البحوث بينتج لي منتج مثلا زي محصول الارز المصري بتاعنا، بيتحمل الملوحة ويتحمل الكمية، بيستخدم كمية مية اقل من المياه اللي احنا بنستخدمها في المحصول العادي. لازم انا اشجع ده، لازم انا اطور ده، اصرف واستثمر في البحث ده، بحيث ان هو في يوم من الايام يبقى هو ده العام، ده اللي بيشمل كل الاماكن في جمهورية مصر العربية. صحيح. بحيث ان انا اوفر كميات كبيرة من المياه. ده مثال بسيط جدا طبعا يعني. دكتور احنا محتاجين بس يعني بصراحة كده محتاجين نظرة لميزانية البحث العلمي بصراحة. والله هو الدستور بتاعنا فندم أكد على ده يعني. احنا يبقى عندنا نسبة من الدخل القومي للبحث العلمي وللتعليم وللصحة وبقية القطاعات. ولكن انت حكي يعني احنا فعلا العالم في أزمة كبيرة جدا، أزمة اقتصادية. صحيح. يعني ضخمة جدا، العالم كله دخل للأسف على يعني حالة تضخم للأسف كبيرة جدا. فإحنا مصر يعني مع كل هذه الأزمات الحمد لله إحنا عندنا طاقة نور كبيرة جدا، أمل كبير جدا إن إحنا معدل الاستثمارات اللي تخش تبقى كافية، إن إحنا نحقق معدل نمو في ظل العالم المتغير الشديد ده. في النهاية الهدف الأساسي لأي دولة وأي القيادة اللي هو يعني اللي هو تحقيق الرفاهية لشعبها والحياة الكريمة لكل السكان الموجودين على الأرض. فاحنا بنتمنى طبعا ان الانفاق على التعليم، الانفاق على البحث العلمي لا يقل أهمية عن الانفاق على الأكل والشرب. ده حاجة يعني ده التفكير الصح، وده اللي حست عليه كل العقول والمفكرين في أي مكان في العالم. صحيح. يقول لك استثمر في الإنسان تجد يعني العائد ده بعد جيل أو جيلين. صحيح. وضع تاني بينقل الدولة من مكانة لمكانة تانية. عندنا يعني دول كتير يعني، عندنا ماليزيا، سنغافورة، عندنا الهند في مجال الذكاء الاصطناعي، عندنا. صحيح. في دول كتير ممكن ناخدها كنموذج لده، بدأت بالتعليم وفي النهاية وصلت لمرتبة كبيرة جدا اقتصاديا ومكانة كمان دولية في وسط دول العالم. صحيح. دكتور أيمن احنا محتاجين حضرتك تفيدنا بمعلوماتك عن سوق العلامات التجارية والعلامات الصناعية في مصر دلوقتي. والله هو السوق ده يعني هو بدأ ينضبط يعني لو حضرتك تقصد النقطة دي بالتحديد، تسجيل العلامة التجارية دي حاجة أساسية دلوقتي لأي مشروع بيحاول يحافظ على القيمة السوقية بتاعته، إن ده البراند زي ما احنا بنتكلم، إن هو بيصنع لنفسه البراند اللي يقدر يستمر بيه في السوق، يحاول يحافظ على سمعة هذا البراند، علامته التجارية، حتى الأسرار التجارية يعني تعرف حضرتك بعض الأماكن بيبقى لها خصوصا في مجال الأطعمة والحاجات دي والملابس سر الخلطة. سر الخلطة زي ما بيقولوا يعني، انا عارف جبتها بالظبط. ففي سر يعني حتى في المطاعم العالمية الموجودة في مصر ده موجود. حتى في الإعلانات بتاعتهم بيحاول يسوق ان هو اللي عنده السر فعلا. فالمجال ده يعني في مصر الحمد لله مجال بدأ ينضبط شوية. عندنا عدد كبير جدا من التوكيلات والبراندات العالمية تبرد السوق المصري وشغالة ولها فروع كتير جدا. فإذا احنا ماشيين صح. المكاتب الملكية الفكرية من ضمن يعني الأهداف أو من ضمن الخدمات اللي بتقدمها تسجيل براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق المؤلف،
الأسرار التجارية زي ما حضرتك قلت الخلطة، الرسوم والنماذج الصناعية المهمة اللي هي الحاجات المهمة، بتفتش على شركة ومقاهي الإنترنت عشان مصنفات الحرف الآلي والبرامج اللي بيتم استخدامها، وتصدر بعض التراخيص لنسخ بعض المصنفات والبرامج والتطبيقات، بتصدر تراخيص مزاولة الإطلاقات للشركات والجهات ومقاهي الإنترنت والبلاي ستيشن والحاجات دي يعني. وأيضا يطبق كمان على الأعمال الفنية والمزيكا وحق الأداء العلني. ده يعني عندنا وموجودة في كل مكان، في القرية الذكية وفي معظم المحافظات، وفي موجود في المجلس أعلى الثقافة للأعمال الفنية والأدبية. فإذا إن يعني نشر الثقافة دي ده هدف هدف كبير جدا، إن احنا نحافظ على حقوق بعض، نحافظ على الـ يعني ملكيتنا الفكرية اللي هي بتحول في النهاية لعائد اقتصادي. برضو في نقطة مهمة جدا متعلقة بإن احنا محتاجين إن احنا نهيئ بقى التشريعات اللي موجودة المتعلقة بموضوع الملكية الفكرية. احنا أنشأنا الجهاز والمكاتب، برضو محتاجين ان احنا نطور التشريعات بتاعتنا ان هي تبقى يعني مرتبطة اكتر بحيث انها تتناسب تتواكب مع التجديدات والتغيرات. طبيعي ان انت ده مجال كل يوم فيه تغيير، مجال الابداع والابتكار ده. فمحتاجين ان احنا التشريعات بتاعتنا تبقى تتناسب مع ده، وان احنا نوفر بيئة تشريعية مناسبة للتطور العالمي كمان في تكون مرنة يا فندم كمان يعني عشان تواكب. ده حقيقي يعني بتضحك. اهم هدف من اهداف الاستراتيجيه دي ان انا اعمل عمليه الحوكمه للبنيه الاساسيه اللي هي بتحكم موضوع الملكيه الفكريه دي، ان كل المكاتب دي تبقى متصله ببعضها فعلا، كل ما في تنسيق كبير جدا بين كل الجهات الحكوميه ومؤسسات الدوله لعدم وجود اي اختلاط او تضارب في الاختصاصات. عندنا برضو فكره التوعيه بكل فئات المجتمع في الجامعات والمدارس وحضراتكم في الإعلام، يعني أنا سعيد جدا أن حضرتك اخترتوا الموضوع ده لأن ده موضوع في غاية الخطورة وغاية الأهمية، وإحنا هدفنا في النهاية التطور والتقدم من المستقبل، فلازم ما أقدرش أتطور وأتقدم من المستقبل من دون الحفاظ على حقوق المبدعين والمفكرين داخل البلد. صحيح. طيب دكتور أيمن حضرتك معنا على التليفون. أيوة يا فندم معاك. محتاجين حضرتك تكلمنا عن أهمية الاستراتيجية دي بالنسبة للمستثمرين العرب والأجانب. دي برضو سؤال مهم جدا، يعني حضرتك المستثمر انت عارفة حضرتك بيجي برأس المال بتاعه عاوز حاجات أساسية هنقولها، يعني أول حاجة عاوز البيئة التشريعية اللي احنا اتكلمنا عليها خصوصا في موضوع التراخيص والتسهيلات موضوع الشباك الواحد للمستثمر وبنية تحتية قوية يعني قاعدة مصرفية ثابتة ما يبقاش فيه تغير في القرارات المصرفية كل يوم، تعاملات سهلة مع الجهات الرسمية. أيضا بيحتاج عمالة شغالة مدربة وما تكونش يعني بهذا التكاليف، ومحتاج المصدر للطاقة والبنية التحتية زي ما اتفقنا. دي القاعدة الأساسية اللي هو بينطلق منها. طب محتاج إيه تاني بقى في موضوعنا؟ حتة الحفاظ حقوقه الفكرية، يعني ملكيته الفكرية عشان يجي ينفذ مشروع أو استثمار داخل مصر، خصوصا لو حاجة هو له ملكية فكرية لها أو عاوز يعملها خارج نطاق دولته. فكل الحاجات اللي احنا قلناها دي الحمد لله متوفرة دلوقتي في مصر. إذن كل التسهيلات مقدمة، كل الترحيب بكل اخواتنا العرب بالذات والمستثمرين الأجانب ان هم ييجوا، مناطق صناعية منتشرة في كل مكان في مصر بتتناسب مع كل التخصصات. عندنا شبكة المواني والطرق والقطار الكهربائي الجديد، ويعني موضوع النقل كمان عندنا متوفر بشكل لائق جدا وحاجة تتناسب مع المعايير الدولية.
إذن إحنا ساهمنا البيئة اللي هي بتشجع على الاستثمار. يتبقى بس إن إحنا المستثمر يجي ويشتغل، إن إحنا ما نظهرش له أي عقبات، ما نظهرش له أي حاول نسهل شوية الشغل. يعني موضوع الترخيص بالتحديد هو ده أول حاجة بيفكر فيها المستثمر، ومع رقمنة الدولة يعني فتح منافذ كتير جدا للمستثمرين، ممكن يقدم طلب ويحصل على الموافقة بتاعته خلال يوم أو يومين. ده إنجاز كبير جدا يعني. صحيح. طبعا في بعض المشروعات بتحتاج دراسة عشان بس نكون صادقين، يعني بتحتاج دراسة وبتحتاج بعض الموافقات الخاصة، خصوصا لو هي مثلا حاجة بتتعلق بالأمن القومي أو الاستثمار في منطقة مثلا في سيناء أو في غيرها. ولكن في العموم احنا تقدمنا بشكل كبير جدا في مجال الاستثمار، ومصر الحمد لله السنة دي من رقم واحد في المنطقة العربية والإفريقية في جذب الاستثمارات المباشرة وفي ظل الأزمة. يعني برضو أنا بحب أكد أن إحنا مع كل اللي بيحصل في العالم كله، إحنا الحمد لله ما زلنا بنجذب الاستثمارات، فالمستثمر مرحب بيه جدا في مصر. ده بيفتح مشروع، بيقضيل على نسبة من البطالة، بيشغل ولادنا، في نفس الوقت بيضخ المنتج بتاعه جزء منه داخل السوق المصري. فإذن الحمد لله ما تلاقيش عجز في سلعة معينة أو منتج معين، بالعكس في وفرة من السلعة في أكتر من صنف وأكتر من مصدر. فده حاجة كويسة وبتدل على أن احنا ماشيين بالشكل السليم إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور أيمن عيسى، استشاري إدارة وتنمية الموارد البشرية، كنت معنا عبر الهاتف. بشكر حضرتك يا فندم على المعلومات القيمة دي، وبشكر كمان حضراتكم أعزائي المشاهدين على متابعة الحلقة، وبشكر زميلي مايكل في الاستوديو. شكرا يا مايكل. أشكرك يا مارينا. كده أعزائي المشاهدين خلص وقت حلقتنا. زي ما قال دكتور أيمن، يعني مصر ولادة كمان، عندها ناس مخترعين ومبتكرين، ويعني بيكون في تنظيم لإعلاء اسم مصر دايما بشبابها، شباب المستقبل. كده خلصت حلقتنا، هنشوفكم بكرة قبل الميعاد بساعتين. صباح الخير عليكم وصباح الخير.